عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، ازيكم عاملين ايه؟ بقول لكم سبق وسمعتوا قبل كده على موضوع النماذج الاسترشادية للثانوية العامة ولا لا؟ اقول لك، لو انت اب وعيالك في الثانوية العامة او عندك عيل في الثانوية العامة، مهم جدا انك انت تبقى فاهم يعني ايه النموذج الاسترشادي للثانوية العامة وفي كل المواد. طيب نعرف التفاصيل دي من مين؟ نعرف التفاصيل دي من زميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا 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 يا شادي. أهلا بيكي وتحياتي ليك للسادة المشاهدين. أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ وحشني صوتك بالرغم إن إحنا كنا لسه بنتكلم من أقل من ساعة والله يا شادي. أنت عارف أنا بحبك جدا. شادي، إيه هي النماذج الاسترشادية دي؟ معناها إيه؟ طيب خليني بس اشرح يوسف، لان من بدايه العام الدراسي كان في توجيه وخطه واستراتيجيه واضحه اعلنها الدكتور رضا حجازي بالكشف بشفافيه تامه عن كل الخطوات والتفاصيل الخاصه بالعام الدراسي حتى نهايه العام بوضع الامتحانات بشكل مبكر. وبالتالي كان تم عقد مؤتمر صحفي قبل نهاية الترم الأول بأكثر من حوالي شهرين، تم خلاله الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة وتقسيمتها، اللي هي هتبقى ما بين 85% اختيار متعدد و 15% جزء مقالي. وبعدين كمان السيد الوزير أعلن أيضا أن هيتم الإعلان عن الجداول الامتحانات ببداية شهر مارس، وأيضا كمان هيتم تحميل نماذج استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطبيعة الأسئلة اللي هتيجي في امتحانات نهاية العام، عشان خاطر الطلاب يتعرفوا على شكل الأسئلة ويتعودوا عليها ويتدربوا بشكل مستمر أو قبلها بفترة طويلة على شكل الأسئلة الخاصة بالامتحانات، علشان طبعا يقدروا يركزوا ولما يوصلوا للامتحانات نهايه العام يكون الموضوع بالنسبه لهم سهل وما فيهوش اي ضغط. طيب وده كان الهدف من طرح النماذج الاسترشاديه النهارده. وايضا كمان من اكثر من حوالي اربع ساعات تم طرح كمان نماذج الاجابه عن الاسئله دي. طيب ده كلام كويس قوي. هنا لازم في مواطن هيسألني هيقول لي يوسف، طب ده يفرق ايه عن نماذج الامتحانات اللي كانت تبقى موجودة في آخر الكتاب بتاع الوزارة، أو نماذج الامتحانات اللي بتتباع في عند الباعة والمكتبات؟ هل في اختلاف في ما ولا لا؟ لا، هو الفرق طبعا يوسف ان النماذج الاسترشادية اللي نزلتها الوزارة هي دقيقة، والأسئلة اللي فيها بإجاباتها بالشكل شكل الامتحان نفسه والجزء الخاص بأسئلة الاختيار المتعدد والجزء المقالي هو مطابق للشكل اللي هيجي عليه الامتحانات في نهاية العام. يعني كمان طريقة الإجابة طريقة الإجابة موجودة في النموذج بالضبط، وبالتالي فأنا بفهم الطالب لما يجاوب مش دش وخلاص، في طريقة في الإجابة. بالضبط هو ده الهدف، هو ده الهدف بالظبط، ان احنا بنساعد الطلاب وبندربهم على الشكل الخاص بالاسئله ونماذج الاجابه كمان بشكل عام، هو او بشكل خلينا نكون اكثر دقه بشكل استرشادي. اسمها نماذج استرشاديه علشان الطلاب يسترشدوا بيها ويقدروا ان هم من خلال مذاكرتهم حتى نهايه العام ان هم يركزوا على الشكل اللي هيجي عليه الامتحان عامل ازاي. طب فهو كنوع من المساعده اللي بتقدمها الوزاره لابنها الطلاب. كويس طبعا. طب هل انا ممكن اطلب طلب وانا مش عارف اذا كان ده اصلا بيحصل ولا لا، انه المدرسين حتى جوه الفصول لطلبه الثانويه العامه او لاولادنا في الثانويه العامه يقعدوا يشتغلوا معاهم على نموذج كل واحد فيهم في مادته، بحيث ان هو يشرح للطالب احنا ليه بنجاوب الطريقه دي؟ ازاي اعرف الم الدرجات زي ما كانوا يقولوا لنا زمان؟ هو طبيعي طبعا يوسف ان مجرد نزول النماذج الاسترشاديه ونماذج الاجابه، طبيعي ان المدرسين طبعا كل مدرس ماده بيلجا طبعا للنموذج الاسترشادي والاجابات الخاصه بيه وبيركز فيها جدا عشان خاطر يستخدمها كاسترشاد ليه او 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 دليل ليه ان هو يقدر يساعد فيه الطلاب في تقديم نموذج اجابه واضح للاسئله وكيفيه الاجابه على الامتحان. يعني هي الفكره هنا ان احنا في الاخر بنساعد الطلاب
سواء من خلال الطالب بنفسه ان هو يتعرف على الاسئله واجاباتها بشكل شخصي ويجتهد في المذاكره ويجتهد في التركيز على شكل الاسئله والاجابات، او من خلال كمان المدرسه ان المدرس يقدر يستخدم نماذج الاسترشاديه والاجابات بتاعتها ان هو يوضح بيها للطلبه الشكل اللي الامتحان هيجي عليه، وبالتالي ما يكونش عند الطلاب اي رهبه في خلال فتره الامتحانات ان شاء الله. صح 100%. وبالتوفيق ليهم باذن الله ان شاء الله. يا رب. انا بشكرك جدا 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 يا شادي، وتحياتنا لمعالي الوزير الدكتور رضا حجازي. كل الشكر ليك شادي زلطه، المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.